بالمناسبة انت كتير ما يعرفوش ان غادة صحفية اساسا في المقام الاول وبعدين تحولت للتمثيل، فبرافو انك انت قدرتي تاخدي المجال ولا الصحافة كان ليها دور؟ لا، الصحافة ملهاش دور تماما. المهنتين مهمين وبعتزي بيهم جدا. الصحافة ساعدتني في اني بقى عندي خبرات قوية، بقى عندي تجارب، بقى عندي قدرة على المام تفاصيل قوي من الشارع يعني بشكل كبير، لكن ما ساعدتنيش بشكل مباشر ابدا في التمثيل. انت عملتي الحقيقه دورين مختلفين قوي السنه دي، وانا حتى هنيتك وقلت لك الاختيار اتنين واحسن اب. الحمد لله. والحقيقه كانوا متنوعين، شايفه التنوع ده كان في مصلحتك؟ هو كان في مصلحتي الحمد لله. انا فرحت جدا، انا في البدايه جالي الاختيار اتنين ده وكان حلم بالنسبه لي. لما كنت بتفرج على الجزء الاول كنت مبسوطه جدا، وكنت بقعد اتخيل نفسي ان انا في الشاشه معاهم، وكنت بشوف عابد عناني عبد الله، كان نفسي ابقى معاهم قوي، وكان بالنسبه لي ده مستحيل لانه ده عامل دور مصيبه السنه اللي فاتت، والعربيه السنه دي عامل دور رهيب برضه. شرفت الاختيار يا غاده والله. بس فكنت يعني كان عندي امل كبير جدا ان انا اكون معاهم، بس مش فاهمه ازاي. بس بعد كده قعدت ادعي ربنا يعني، وبعد كده سمعت ان في جزء تاني ففرحت جدا. فجاه لقيت استاذ خالد جلال عازم دكتور بيتر ميمي بيتفرج على العرض بتاعنا، فالامل بدا يكبر جوايا. والحمد لله الدكتور اختارني، ودي كانت تجربه مهمه جدا بالنسبه لي. بعدها بعد ما خلصت تصوير جالي دور برقوقه في احسن اب، وطبعا دي كانت فرصه عظيمه بالنسبه لي، لان انا من زمان نفسي اشتغل كوميدي، وكل الناس او المخرجين لما كانوا بيشوفوني في البدايه وانا لسه ما مثلتش كانوا كلهم بيقولوا لي انت لازم تمثلي، انت لازم تشتغلي كوميدي. وانا عند استاذ خالد جلال بعمل بني مري منيب وبعمل جمالات زايد يعني كوميدي. شفتك، انا عارف انت موهوبه جدا ما شاء الله. ميرسي يا دكتور. فاللي كان بالنسبه لي مختلف وغريب هو الاختيار، يعني اختيار دكتور بيتر ميمي في الشخصيه دي ليا. انا كنت مخضوضه وكنت مش عارفه هو ازاي اختارني كده. ما خفتيش من الشخصيه؟ يعني الشخصيه مكروهه يعني، وخصوصا انها الجمهور ممكن يبقى ضدها شويه، ما خفتيش منها تجسديها؟ انا خفت من التحدي بتاعها، لان هي شخصيه مش شبهي ابدا. هي شخصيه في معسكر تاني، في جبهه تانيه، جبهه ناس انا بشوفهم ارهابيين ومجرمين ويعني مش تبع اعتقادي وافكاري ابدا. فبالنسبه لي كان تحدي كبير جدا، وفكره انها ام احمد داش بالنسبه لي حاجه تخض، لانه يعني انا ما كنتش متخيله هبدا يعني في البدايه اعمل ادوار ام لشاب كده. فكانت طبعا صعبه بالنسبه لي، وانها ست فلاحه ومرات اخواني، وهي قد ايه ست مقهوره كده، ده عكس شخصيتي تماما. فطبعا عملتي ازاي مع الشخصيه؟ يعني رسمتيها ازاي؟ ادائها عملتيه ازاي؟ انا حبيتها جدا وانا بذاكرها، حبيتها جدا جدا وصدقتها وتعاطفت معاها، لان انا شفت زيها كتير. المجتمع مليان سيدات شبه فاطمه او ام ابراهيم، وانا كمان متعاطفه معاها لانها هي ست رافضه، هي ست يعني هي زوجه اخواني وابنها ارهابي، لكنها من البدايه رافضه، من البدايه عايزه تعيش في سلام، رافضه القتل، رافضه انها تكون في رابعه، بس هي ست مقهوره ومش في ايدها حاجه، يعني هي مش في ايدها غير انها تعيط وتتحايل عليه، زي سيدات كتير في المجتمع ما عندهمش اسلحه قويه تخليهم ياخدوا قرارات حاسمه في حياتهم. فطبعا انا حبيتها جدا، وقعدت رسمت لها تاريخ بقى، لانه على الورق استاذ هاني سرحان عامل ورق عظيم، جمل عظيمه، انا بعشق كتابته جدا، وهو اضافه كبيره للجزء الثاني من الاختيار. بس ما كانش باين لي هي مين، هي ليه بتترعش كده، وليه خايفه طول الوقت، وليه هي مقهوره وضعيفه، ومنين جابت ثقافتها انها رافضه افكار انه ابنها زي ما بتقول له ترى ابوك يا ابني تجيبه لما تخش الجامعه اللي كان عايزها، وانه بيقول لها عشان هجيب لكم فلوس عشان تعيشوا، لو هو مش فكره طار زي ما انت شايفه، فبتقول له يعني عشان تعيشنا تموت ناس تانيين. فهي ست، هي فاهمه جدا، لكنها هي ما عندهاش توجه سياسي، هي مش فاهمه سياسه، لكنها ست مصريه رافضه العنف، رافضه ان ابنها يبقى مجرم ويقتل، رافضه ان ابنها وجوزها يهزوا امن البلد، يشتغلوا ارهابيين. فده نموذج. وطالعه كمان انت من غير ميك اب خالص، يعني لو جيت لممثله وقلت لها تطلعي من غير ميك اب ممكن تعدي من واحد لمليون قبل ما تاخد وتقول انا طالعه من غير ميك اب ومتكبره وحاطه كل على حواجبي، ويعني عامله حاجات صعبه قوي. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.